بسم الله الرحمن الرحيم. قبل أن تتعلم الفراسة، قبل أن تصحبنا في الاطلاع على علم الفراسة، هناك وقفات ونقاط ومحطات لا بد أن تمر بها أولا. فما هي هذه النقاط التي يجب مراعاتها قبل الدخول والاطلاع على علم الفراسة؟ هيا بنا نتعلم معا هذا الأمر الذي يجب مراعاته قبل الدخول في علم الفراسة. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إنا نعوذ بك من أن نقول زورا، أو أن نغشى فجورا، أو أن نكون بك ربي من المغرورين. أما بعد، هناك أمور يجب مراعاتها قبل الاطلاع على علم الفراسة، أو محاولة الاستفادة منه، أو ممارسته، أو الاتكاء عليه في الحياة. ما هي هذه الأمور؟ منها ما هو من منظور ديني، ومنها ما هو من منظور غربي، ومنها ما هو من منظور عربي. أولا، المنظور الديني. يقول الإمام فخر الدين الرازي عن علم الفراسة: وهذا العلم يدل على بيان فضيلته الكتاب، يعني القرآن، يدل على بيان فضيلته الكتاب، في قوله تعالى: إن في ذلك لآيات للمتوسمين، وفي قوله تعالى: تعرفهم بسيماهم، وفي قوله تعالى: ولتعرفنهم في لحن القول، وفي قوله تعالى: سيماهم في وجوههم من أثر السجود. هذا بالنسبة للمنظور الديني عن علم الفراسة. يستظل العلماء بهذه الآيات في يعني الاعتراف بعلم الفراسة، أو في وجود علم الفراسة بقدر أو بآخر في حياة الناس. وكذلك في المنظور الغربي، هل الغرب يرى شيئا عن الفراسة، أو يقول شيئا عن الفراسة أيضا؟ نعم، في استعراض النظريات الغربية نلاحظ أن دراسة مبادئ الفراسة قد أسهمت في تأسيس نظرية الجاشتالت الألمانية، في اعتمادها على سيكولوجيا الشكل، وقد اتضح عندهم أن العلاقة بين الشكل والمضمون علاقة واقعية تفرض نفسها. العلاقة بين الشكل والمضمون علاقة واقعية تفرض نفسها. هذا ما تبين لأهل الغرب، وخصوصا هذه المدرسة التي ذكرناها، في اعتمادهم على سيكولوجيا الشكل، أو ما يسمى عندنا بعلم الفراسة، له عندهم نصيب. وأما عندنا في الطب والفلسفة العربية، فقد كان ابن سينا من أوائل من ذكروا الفراسة. ابن سينا أبو الطب من أوائل من ذكروا الفراسة، وعرفها بأنها علم موضوعه الاستدلال على الخلق بالخلق، يعني الاستدلال على أخلاق الإنسان وطبائعه بشكله، بطريقة خلقه، بالسمات الثابتة في شكله ومظهره.
عرف ابن سينا عرف الفراسة بأنها إيه؟ علم موضوعه الاستدلال على الخلق بالخلق. إذن رأينا محطات وقفنا فيها عند الفراسة من منظور ديني، وعند الفراسة عند أهل الغرب، وعند الفراسة عند العرب، وسنذكر في قابل الأيام إن شاء الله لكل من هذا مثال، مثال واقعي نستضيء به ونستدل به على أن الفراسة علم موجود قد أخذ به العلماء قديما وحديثا. ومن الأمثلة على علم الفراسة عند العرب، هناك رواية يحكيها البيهقي عن حكمة الإمام الشافعي في الفراسة، وخلاصتها أنه بينما كان الشافعي في الجامع إذ رأى رجلا راح يفحص النائمين، يعني النائمين في المسجد، راح يفحص النائمين واحدا إثر الآخر. وهنا قال الشافعي للربيع، أحد جلساء الشافعي، قال الشافعي للربيع: قم واذهب إلى هذا الرجل وقل له إنه يبحث عن عبد مصاب بمرض في إحدى عينيه. قال الربيع: فقمت ونفذت الأمر. يعني ذهب وقال للرجل: أنت بتبحث عن عبد مصاب في إحدى عينيه؟ فقال الرجل: نعم هذا صحيح. من أخبرك؟ فقال الربيع: أخبرني الشافعي. وبعدها ذهب الرجل إلى الشافعي مباشرة وسأله: أين عبدي؟ أين عبدي؟ فقال الشافعي: ابحث عنه في السجن. خد بالك معي من القصة تماما عشان تستخلص منها ما نريد إيصاله لك. فقال الشافعي: ابحث عنه في السجن. يعني الشافعي لما شاف رجل بيتفحص الناس واحد واحد، فقال للربيع: اذهب لهذا الرجل وقل له أنت تبحث عن عبد مصاب في إحدى عينيه. فعلا الربيع ذهب للرجل وقال له: أنت بتبحث عن عبد مصاب في إحدى عينيه؟ قال: نعم. من أخبرك؟ قال الشافعي. فذهب الرجل للشافعي وقال له: أين عبدي؟ فقال له الشافعي: اذهب وابحث عن عبدك في السجن، إنه هناك. فذهب الرجل بالفعل، الرجل ذهب للسجن وبحث ووجد عبده بالفعل في السجن كما أخبر الشافعي، وعلم الجلساء كلهم بهذا. من الذي أخبر الشافعي؟ ما هذا الذي يحدث؟ وهنا خاطب المازني الشافعي قائلا، أحد من شهدوا الواقعة من أصحاب الشافعي، خاطب المازني الشافعي قائلا: اشرح لي هذا الذي حدث لأنك سببت لي حيرة. أنت كده حيرتني، أنا لا أستطيع أن أفهم ما حدث، ما هذا الذي فعلته وقلته وثبت لنا بالدليل صحته، سببت لي حيرة، اشرح لي ما حدث. فأجاب الشافعي قائلا: رأيت رجلا يدخل من باب الجامع ويلف حول النائمين، فقلت إنه يبحث عن هارب، يبحث عن هارب. وحين تجاهل البيض وبحث في غيرهم، ذهب يفتش في غير البيض، كل ما يشوف واحد أبيض يتركه ويذهب يفتش في غير البيض، اللون الثاني غير اللون الأبيض. قلت: أحد عبيده قد فر منه هاربا. يبقى هو بيبحث عن عبد، مدام بيميز في اللون كده، يبقى هو بيبحث عن عبد أحد عبيده فر منه هاربا. وحين رأيته يتفحص العين اليسرى استنبطت أن العبد لابد أن يكون مصابا بمرض في إحدى عينيه. طيب لغاية كده الكلام منطقي. قلنا: وكيف عرفت أنه في السجن؟ طب لغاية هنا احنا عرفنا، انت استنبطت كل ده يا شافعي مما رأيت،
لكن ايه اللي عرفك ان العبد في السجن والرجل ذهب وفعلا وجد العبد موجود في الايه؟ في السجن. قلنا وكيف عرفت ان العبد في السجن؟ قال الشافعي: طبقت الاثر القائل على العبيد اذا جاعوا سرقوا واذا شبعوا نكحوا. يعني العبد اذا جاع سرق، ده كان غالب الطبائع العبيد في ايامهم، ده الغالب ايضا مش قاعده ثابته. يعني اذا جاعوا سرقوا واذا شبعوا نكحوا، يعني وقعوا في جريمه الايه؟ الاعتداء على الاخرين في بالفحشاء وما شابه ذلك، يبحثوا عن ذلك. واستنبطت انه لا بد ان يكون قد اقترف احد الجرمين فدخل السجن، اما سرق او وقع في جريمه الزنا، في حالتين، شبع او ايه او جاع. يعني لو جاع هيسرق ولو شبع هيذهب يتطاول على ايه؟ على الحرمات. فلا بد ان يكون قد اقترف احد الجرمين فدخل السجن. وانتم ترون الان ان ذلك هو كذلك، يعني ما توقعته حدث فعلا. ذهب الرجل، توقعت أنه في السجن العبد، فذهب الرجل ووجد عبده في السجن، وأنتم الآن ترون أن ذلك كذلك. يعني ما توقعته واستنبطته وتفرسته، ما توقعته واستنبطته وتفرسته قد وقع بالفعل. وهذا من أجمل قصص الفراسة التي في حياة الإمام الشافعي وعند العرب قاطبة، لأن الإمام الشافعي نجم من نجوم علم الفراسة، وهو كان رأسا في كل العلوم، الإمام الشافعي عليه رحمة الله تعالى. ومن أهم الأمور التي يجب مراعاتها عند الرجوع إلى طرق الفراسة، أولا أن كل واحد من هذه الدلائل المستخدمة في علم الفراسة ليس دليلا يقينيا، بل هو دليل يفيد الظن، هذا أولا. ثانيا أنه إذا تم التعارض بين دلائل الفراسة، فمثلا إذا دل الوجه والعين على كون هذا الإنسان جبانا، يعني الوجه والعين بتدل على ان الانسان ده جبان، ده اذا من علم الفراسة دل لك على ذلك، ثم حصلت لك دلائل ايضا اخرى في نفس الشخص في الصدر والكتفين على كونه نفس الشخص ونفس الانسان شجاعا، اصبح هناك تعارض بين الدلائل، الوجه والعين تدل على انه جبان، والصدر والكتفين يدل على انه شجاع، فالنوع الثاني من الدلائل أقوى، النوع الثاني اللي بيدل على إنه شجاع هو أقوى، فيقدم خلق الشجاعة على خلق الجبن. هذه من الأسس التي يضعها علماء الفراسة عند تعارض الدلائل في الشخص الواحد. نسأل الله أن يعلمنا كل العلوم، وأن يفتح علينا بمبادئ وأصول وأعماق كل العلوم، اللهم آمين يا رب العالمين، ومنها العلم المكمل وهو علم الفراسة. نسأل الله أن يعلمنا جميعا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.